سيدي إيمان ظاهر القابلة القانوني والمؤهل والمسؤول عن مرافقة الحوامل في مستشفى الناصرة الإنجليزي لنحكي بتوسع عن هالموضوع. يسعد صباحك رمضان كريم. سعد صباحك رمضان كريم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. من القناة بنوجه لكل القابلات تحية كتير كبيرة وبنقول لهم كل سنة وأنتم سالمات. احتفال فيهن اللي هو شيء جميل يستحقون. ومن المنبر مساواة بحيي كل قابلات مستشفى الناصرة الإنجليزي اللي بنعمل بجهد كتير كبير إنه نكون مع الحوامل زي ما حكيت بالأقسام المختلفة اللي هو من رعاية الحمل خلال الولادة أثناء التوليد وما بعد الولادة. اليوم صار في هدف في تغيير وفي تعليمات وزارة الصحة في سنة 2021 يتطلب أنه في كل أقسام فيها رعاية لحوامل مع مشاكل صحية تتواجد قابلة في القسم حتى ما قبل الولادة. فإحنا سبقين للموضوع من سنة 1914 تاريخ مستشفى الناصرة. الإتاحة للنساء الحوامل كانت يعني خلال عيادة الدكتورة الإنجليزية كان ومرافقة قابلة اللي كان سنة 1914 لما ما كانش في باصات توصل على المستشفيات. فحتى الإتاحة كانت موجودة والقابلة كانت هي العنوان والمرافقة للمرأة الحامل من خلال جددنا الموضوع من خلال مستشفى الناصرة بدفئة الحمل والولادة من سنة 2007 اللي القابلة هي مرافقة للحوامل وإحنا من أحد المراكز في البلاد اللي القابلة هي بتهتم في رعاية الحامل من بداية الحمل أثناء الولادة ومن بعد التوليد. ما أحلاكم نسمع كمان هاي النبذة التاريخية هيك إيمان وإيمان والمشاهدين والمشاهدان. عن جد كتير مؤثر بمجتمعنا وببلادنا فعلا في هيك يعني قيمة لهذا الصرح الصحي لمستشفى الناصر الإنجليزي. وبهي المناسبة بدنا نشكرهم كتير على هذا التعاون الدائم يعني باسمنا وباسم فريق إعداد البرنامج كمان دايما هيك بيكونوا على تواصل دائم معنا وبعثوا لنا أكثر صحيح. الأشخاص المختصين في كافة المجالات. صحيح فعلا يعني بيستحق والشكر على المساهمة والدعم والمرافقة دائما مع المختصين والممرضات والممرضين اللي بيكونوا عندنا. إيمان يعني هيك أنا وأنت تحكي عن هاي النبذة التاريخية تذكرت أنه أصلا يعني إحنا بنعرف من تاريخنا أنه القابلة كانت موجودة قبل حتى وجود المستشفيات. مظبوط يعني هي الإنسان اللي كانت تولد المرأة قبل حتى وجود كل التطور الطبي والمستشفيات. مظبوط صحيح. فهي بنقدر نقول انها مهنة يعني اختصاصية منذ القدم يعني مش اشي جديد. هي اختصاصية منذ القدم. اليوم بتطلب انه يكون في شهادة تمريض مع لقب اول قبل التخصص في التوليد والنسائية في التمريض. وهذا إشي اللي دعم القبالة في موضوع العلمي ليزيد المرأة معرفة اكثر توسع اكثر رعاية افضل. و طبيعة التوليد القابلة واستقبال الولادة المهنية التقنية تبعت التوليد هي تقنية توليد ولكن العلم اللي بمحيط في الموضوع كل التمهن اللي بيختص أمراض مع مخاطر أثناء الحمل المشاكل اللي ممكن نواجهها في خلال الولادة فكل هذه المعلومات هي أكثر علميا بناخذها من الدورات الاستكماليه. رائع. وإيمان هيك قبل ما نحكي يمكن بالنسبه للحامل او اللي موجوده في غرفه الولاده وفي هاي الساعات هيك الحساسه مهم نحكي كمان عن الجانب الشعوري للقابلات. يعني قديش انا بسمع من صديقات ومقربات اللي مرقوا مرحله الولاده قديش بهم فعلا انه القابله حتى كثير بشددوا اكثر من الطبيب اللي بيجي وبفوت وبدخل على غرفه الولاده. القابله يكون عندها هذا الدعم المعنوي هاي المرافقة النفسية هذا التشجيع انه هاي ساعات مظبوط صعبة بس انه راح تمرق ان شاء الله على خير. قديش بتشددوا في القسم وفي غرف الولادة تحديدا على هذا الجانب؟ الدعم النفسي بنبدأ فيه من خلال بداية فترة الحمل لأنه الدعم النفسي حتى يوصل المرأة لولادة اللي هي تكون مرتاحة فيها نفسيا بدها يكون في إلها عنوان إلها مرجعية في خلال فترة الحمل اللي أهلها ويحضرها للولادة. فهذا ممكن عن طريقة مرافقة القابلة اللي بتبدأ تشرح الفيزيولوجية للحمل وإيش ممكن تواجه المرأة في الثلث الأول الثلث الثاني أو الثلث الثالث للحمل كيف ممكن تتعامل وتتخطى الصعاب. هيك لما هي معها مرافقة مستمرة في خلال فترة الحمل بتوصل للولادة في أقل توترات عندها معلومات أفضل مع دورة تحضيرية للولادة مع رياضات اللي ممكن تأهل جسمها كمان من ناحية قوة جسمانية تقدر تمرق الولادة. نعرف اليوم إحنا موجودين في عصر العولمة اللي بنستعمل الكرسي والسيارة وقاعدين أغلب الوقت فكمان توجيه لحركات رياضية في خلال فترة الحمل توجيه
كل هذا لأنه إيش اللي بخوف من غرفة الولادة؟ الخوف من الألم، الخوف من المجهول، على إيش أنا فايتة؟ مين بدي يكون معي؟ فعشان هيك لما أنا ببدأ معها مرافقة من بداية الحمل لو نوصل للثلث الأخير اللي بنبدأ نشتغل فيه بشكل مكثف، إيش ممكن يصير في غرفة الولادة؟ إيش ممكن يتواجه في غرفة الولادة؟ كيف هي ممكن تكون صاحبة قرار في الولادة؟ لما المرأة بتكون شريكة فعالة في أخذ القرار على جسمها، هي بتدير الولادة تبعتها، إحنا مساعدين لإلها. لو إحنا بنكون مساعدين، إحنا الدعم النفسي والمعنوي، الحنية، محنية، الصوت لما هي مفهوم لإلها، لأنه عادة الوجع المشفى هو اسم لعلاج لعناية لوجع، بينما بالتوليد هو لحدث سعيد، ننجيب ولد جديد على الحياة، حياة جديدة. فبالحياة الجديدة، فلما المرأة بتكون حاضرة إن هي رح تصير أم، رح تجيب حياة جديدة، وطبعا من هامشش الزوج طبعا له دور كتير مهم، فهو كمان عم بيصير والد، الوالدية تبعته أخذها بعين الاعتبار، أخذ دوره كشريك بالاهتمام في قلب غرفة الولادة. كل هذه مراحل اللي إحنا نمشي فيها من خلال الحمل. في مستشفى الناصرة عندنا المكسب إنه عندنا كل الرعايات، يعني الورشات المضافة للمرأة الحامل، ورشات الرياضة والحركة، ورشة التغذية كيف نقويها من ناحية جسمانية، وكمان في بركة الهيدروترابيا، الرياضة في الماء اللي ممكن تساعد المرأة. فكل هذه الرياضات مع المرافقة الشخصية، لما تكون في مرافقة في تواصل في غير وقت العيادة، في عنوان، يعني إذا المرأة ما عندها اليوم دور وصار معاها حدث هي بتحب تتوجه لسؤال، في منبر مفتوح للأسئلة اللي هو اليوم الفيسبوك والإنجليزي للحمل والولادة، كمان كيف إحنا ممكن دكتور أو ممرضة تكون على تواصل معها وتوجهها إيش تعمل وكيف تصل للمستشفى. بالذات بالحمل الأول في كتير أسئلة، فهيك عمل متكامل اللي عم تعمله من كل الجهات. طبعا يعني هو تواصل بين كل الأقسام لنصل لولادة آمنة وحدث سعيد، والمرأة تشعر بشعور جيد. مكسب كتير كبيرنا في مستشفى الناصرة، يمكن إحنا منحكيش كتير بشكل صريح عن الاكتئاب بعد الولادة، بس بدرجات معينة المرأة بتكون في نفسية تعبانة بسبب الهرمونات، مش فقط يعني لأن التغيير لما بتطلع المشيمة تنزل الهرمونات مرة واحدة، المرأة بتكون حساسة، دمعتها سهلة إنها تنزل، فهذا بده احتواء، والاحتواء لازم إحنا نكون. فكمان إنه إحنا عنا أخصائيين نفسيين اللي ممكن يساعدونا إذا احتجنا في المحل، وهذا إشي يعني حسب رأيي إنه مستشفى الناصرة مكسب كتير كبير، إنه فيه مركز اللي فيه كل الرعايات المكملة للحامل. بشكل خاص مركز معنا في المستشفى الناصرة الإنجليزي يعني الصحة النفسية، من أكثر المراكز الرائدة في البلاد اللي فيه مختصين رائعين ورائعات. طبعا يعني انا ايمان هيك عم بتطلع على كل هذا الهدوء اللي انت عم تحكي فيه، بقول محظوظه المراه الحامل بده يكون عندها قابله مثل كيكي مرافقه. بس يعني انه هيك عم بسمع وبقول قديش هي التجربه كثير حلوه، وعن جد خساره انه يعني امهاتنا وجداتنا ما بعرف قديش يعني حصلوا على هاي الفرصه، كانت عندنا هاي الفرصه انه يكون في عندهم قابله مرافقه لإلهن. ولكن بدي اخذك هيك على محل ثاني ايمان، قديش هاي جماليه المشهد وقديش جماليه الحاله. السؤال هو انه هل القابله نفسها بهاي المرافقه بتضطر تلجا كمان لمستشارين واختصاصيين في حالة إنه شافت إنه في حالة خاصة مع هاي الحامل أو حالة حمل في خطر، وهي طبعاً يعني كمان بتأخذ قرارات مرات القابلة بهذا الموضوع، هل أنتوا كمان كقابلات في لكم مرافقة مهنية واستشارية؟ طبعاً إدارة القسم دكتور جيمي و كل الأطباء المختصين في المجال عنا، لأنه في عنا حمل مع سكر حمل، في عنا مشاكل تخثر، مشاكل مع الغدد في الحمل، مشاكل قلب في الحمل، مشاكل في الغدة الدرقية، كل هاي الاختصاصات موجودة، حتى في المسالك البولية في الكلى، كل هاي التخصصات موجودة في المستشفى. فإذا إحنا شفنا إنه المرأة بحاجة لرعاية، والإشي اللي كتير منيح إنه من خلال المرافقة تبعتنا إنه نقدر نسرع لها الدور تتوجه بشكل أسرع ومباشر للطبيب المختص، فدايما الرعاية موجودة. والحسنة تبعت إنه مركز الرعاية بقلب المستشفى هو على الحال في عندك مساعدة
مساعدة فورية، وهذا الإشي كتير بخفف عن المرأة من أنها تروح متوترة مش عارفة إيش تعمل. حتى إذا احتاج مرة وصلت حاسة الحركة خفيفة مش قلقانة، ممكن تتوجه للطوارئ عند الوالدات اللي نعمل مونيتور، نسمع دقات قلب الجنين ونطمنها على المحل مباشرة. هذا إشي كتير مباشر طبعاً. وطبعا هاي الشراكة ما بين يعني كل الأقسام في مستشفى رائد من هذا النوع. إيمان، سؤالي لإلك بكل أسمح لحالي أقول بكل عمل بعد يعني الإشي متفاوت حسب الشخص طبعا، بعد سنوات معينة بعد فترة معينة بيصير في روتين، وبصير الإنسان يتعامل مع عمله إنه أوكي باجي بعمل هالمهام وبخلصها وبروح عبيتي وبآخر الشهر في الأجر المادي. قديش بنقدر نجزم إنه بعمل مثل عملكو بما إنه في حياة جديدة على مدار الساعة تولد ما بين إيديكو ما في إشي اسمه روتين؟ يعني أنا كمثل للقابلات إلي 32 سنة بشتغل. ما شاء الله عليك. واللي بيقول إنه الطاقة والحيوية بتاخديها من الحوامل. المرأة الحامل في كل حمل شعورها مختلف، في كل ولادة هي مختلفة، مش كل ولادة زي التانية وفيش فيها روتين. فأنت عم تستقبلي ولد جديد، حياة جديدة. المرأة في وضع نفسي واجتماعي مختلف، هي صار عندها اهتمامات أخرى، في عندها أولاد يعني في البطن الأول، هي كل اهتمامها جل اهتمامها في المولود الأول واللي بدها تخلفه وشو بده يكون بعدها، هي وهي عم بتخلف هي عم بتفكر في الولد اللي في البيت شو ممكن يكون معاه في الحياة، في الهواجس بتتغير، كيف بدها ترجع للعمل تبعها. فأنت بتاخدي طاقات كتير إيجابية من كل مرأة في كل حمل، وكل ولد بخلق انت بتجيبي حياه جديده. مجرد وجود هذا المولود الجديد بين ايديك هو شعور كثير عظيم، فبعطي شيء رائع يعني للحياه، للشعور، حياه جديده، طفل جديد. لما بيكون بيقوم بالصحة والسلام الأم والطفل، أنت عملتي إشي رائع ما فيه روتين بتاتا. صحيح. أنا بدي أسأل إيمان شو الشعور لما بتستقبلي توأم أو ثلاثية؟ بما أنه إيمان استقبلت توأم. توأم في الولادة الطبيعية شيء رائع جدا. لما بيخلق الولد والولادة الثلاثية هي في ولادة قيصرية غالبا طبعاً. شعور رائع يعني حياة وحياة وحياة. حياة صحيح. أحلى مؤثر جدا. إيمان قبل الختام كثير كنا حابين أنا وإيمان نسأل هذا السؤال، وبالذات أنك حكيتي 32 عام في هاي الغرفة الرائعة اللي فيها كل يوم بتشوفي حياة جديدة، لابد أنه مرق موقف هو أكيد مؤثر، ولكن موقف غير عن باقي المواقف، ولادي يمكن إلها خصوصية معينة وهيك بعد عالقة بذكرتك، يمكن بورشاتك ولما بتحكي مع القابلات ممكن بتستذكري هذا الموقف، في إشي سريعا ممكن تشاركينا فيه؟ طبعا لما بيكون، وهي عدة مرات لما بيكون حالة ولادي بعد سنين طويلة، المرأة قعدت سنين تنها وصلت للحمل للولادة لهذا الإنجاز الكبير إن يكون أم، شعور الأمومة عندها بكل مرة بشعر كل المشاعر، حتى يعني أنت ما بتمنع نفسك أنك تشاركيها الفرحة والدمعة وكل إشي. فهو الشعور الجميل اللي هاي المرأة استنته سنين طويلة أكثر من رائع لما بيكون. وعلى فكرة أنا كقابلة خبرتي كانت واليوم راجعين عليها هو مرافقة الحمل، وجودي في غرفة الولادة وما بعد الولادة في قسم الوالدات، فهي هي الدائرة الكاملة، إغلاق الدائرة، الإطمئنان إنه المرأة عمالها قامت بالسلامة، الولادة منيحة، عم بترضع، والبيبي بحضنها وبتروح بخير وسلامة. هذا التواصل مع نويدية الوالدية ما بعد الولادة اللي نلتقي كمان مرة مع الأم والطفل شيء أكثر من رائع. ما أحلى هاي الدورة الحياتية مؤثرة. هيك أخذتين على العالم الأطفال كله مشاعر كتير كتير وحساس جدا. إيمان داهر قابلة قانونية، بدنا نشكرك على هاي المقابلة وهاي المعلومات القيمة يعني، ونهني كل القابلات بيوم الاحتفال فيهن، لأنه زي ما قلت بيستحقوا، هن أول أشخاص بيستقبلوا الحياة وبيقفلوا هاي الدائرة وبيكونوا خير سند خلنا نقول للنساء الحوامل. شكرا كتير لإلك ورمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وأنت بألف خير. شكرا إيمان، وشكرا لمستشفى الإنجليزي، وأيضا تحية لكل القابلات في هذا اليوم.